باسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا، باسم أبينا صاحب القداسة البابا الأنبا تودروس الثاني، وباسم أبي صاحب النيافة الأنبا بولا مطران طنطا، وأبي صاحب النيافة الأنبا سيداروس الأسقف العام، نرحب بكم في المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي في هذه الذكرى العطرة التي نحتفل فيها بالعيد السبعين لرهبنة أبينا مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث. وقد شاءت العناية الإلهية أن يكون هذا الاحتفال في يوم الثالث من أغسطس في ذكرى ميلاد حبيبنا مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث. حضر لقداسته أحد وزراء الثقافة من البلاد العربية، وآنذاك كنت لم أرسم بعد كاهنا في بداية خدمتي معه في سكرتارية قداسته وحبريته المباركة، وأجرى معه حوارا عن تاريخ حياته، فاستأذنت قداسته أن أسجل هذا الحوار على شرائط كاسيت في هذا الوقت. وبعد أن تنيح قداسته أفرغت هذه الشرائط وصدر منها كتاب عن حياة البابا شنودة. تكلم عن حياة الرهبنة، فما أقوله الآن هو كلام قداسته ألخصه في الآتي. قال قداسته: نشأت حياة الرهبنة في البداية في أواخر القرن الثالث للميلاد، وكان أول راهب في العالم هو القديس الأنبا أنطونيوس الذي صار أبا لجميع الرهبان. ولد هذا القديس في عام 251 ميلادية، وترك عالمنا الفاني سنة 356 ميلادية، وقد عاش حياته الرهبانية في أواخر القرن الثالث الميلادي. غير أن قواعد الرهبنة في الحقيقة كانت تضرب جذورها في القديم، وكان موطنها البراري والقفار. نحن نسمع عن إيليا النبي أنه كان يسكن الجبال، ويروي لنا الكتاب المقدس كيف أنه اعتزل على جبل القرمن زمنا، وأيضا عاش يوحنا المعمدان في البراري إلى أن بدأ خدمته المقدسة وهو في سن الثلاثين. كان في القديم ما يسمى بمدرسة الأنبياء، حيث يسكن الأنبياء في الجبال ويعيشون حياة البتولية. وقد سبق الرهبنة بزمن طويل تلاميذ السيد المسيح، أذكر منهم يوحنا البتول وبولس الرسول الذي كان بتولا، ويوحنا المعمدان كان بتولا أيضا، والمسيح نفسه كان بتولا، والسيدة العذراء مريم كانت بتولا، وإيليا النبي كان بتولا. ومعنى كلمة بتول أي إنه لم يتزوج ولم يكن له شريك في حياته. كانت البتولية معروفة في العهد القديم، وكان السكن في الجبال والقفار معروفا،
وكانت حياة الصلاة أو التدرب على الصلاة الدائمة معروفا في العهد القديم. فنجد حنة بنت فانوئيل التي عاصرت ميلاد السيد المسيح أمضت 84 عاما بعد ترملها عاكفة على الصلاة. غير أن القديس العظيم الأنبا أنطونيوس جمع كل ما سبق، فشملت الرهبنة التي أسسها حياة البتولية، حياة الوحدة وسكن الجبال، وحياة الصلاة الدائمة، ووضع قواعد روحية أولية للرهبنة عمادها الأساسي التفرغ لله. ولهذا قال الآباء عنه عبارة بسيطة تلخص الرهبنة: إن الرهبنة هي الانحلال من الكل للاتحاد أو للارتباط بالواحد، إنها الانحلال من جميع الناس، الانحلال من جميع الأشياء، وأيضا الانحلال من جميع المقتنيات بغرض الارتباط بالواحد وهو الله. ولكن كيف يتم هذا؟ تدريب طويل يدخل فيه الراهب، يتدرج فيه شيئا فشيئا، فإن كان مخلصا في سريرته وأعماله فإنه يصل إلى ما وصل إليه الرهبان والآباء القديسين. كلمة رهبنة هي ترجمة غير دقيقة للكلمة، وكلمة مناخس تعني متوحد، وفي الإنجليزية monk، وقد شاعت كل هذه الكلمات في اللغات الحديثة بطريقة الاشتقاق من بعضها البعض، وهي تختلف عن كلمة الرهبنة باللغة العربية. فالرهبنة مشتقة من الرهب، يعني الخوف من الخطية أو الخوف من إغراءات العالم، لكن هذا المعنى يمثل البعد السلبي للكلمة وليس البعد الإيجابي. فالبعد السلبي للرهبنة هو الخوف من السقوط، أما البعد الإيجابي فيها هو التعمق في الحب الإلهي. وهنا أسأل: متى بدأت الرهبنة حياتها مع البابا شنودة الثالث؟ أجاب قداسته وقال: إن الرهبنة تبدأ في القلب، وذلك قبل أن يأخذ صاحبها الوضع الرسمي حين يرسم يرى. كانت الرهبنة تعني موت القلب عن العالم، وبدأ الموت عن العالم في القلب. إذا مات القلب عن العالم دخل صاحبه في الرهبنة، وبعد ذلك يأخذ الوضع الرسمي فيصبح راهبا. تبدأ الرهبنة فينا قبل أن نبدأ فيها على النحو الرسمي. ويقول قداسته: وهذا ما حدث لي في الواقع، فقد بدأت أشعر أن كل شيء في العالم لا يشبع القلب من الداخل. كانت عملية الموت عن العالم أو موت العالم في قلب الإنسان بدأت تستولي على قلبي وتنمو في داخلي يوما بعد يوم. وكتبت مقالات كثيرة في الفترة من 1951 إلى 1954، وترحب قداسته في دير السريان العامر في 18 يوليو عام 1954، ونشر هذه المقالات في كتاب انطلاق الروح. انطلاق الروح
من روابط العالم كلها حين تكون الروح طليقة في علاقتها مع الله. وكتب قداسته مقالا عنوانه لست أريد شيئا من العالم فليس في العالم شيئا أشتهيه. لست أريد شيئا من العالم لأن العالم أفقر من أن يعطيني، ولو كان الذي أريده في العالم لانقلبت هذه الأرض سماء، ولكنها ما تزال أرضا كما أرى. لست أريد شيئا من العالم فأنا لست من العالم. لست أريد شيئا من العالم لأن كل ما أريده هو التخلص من العالم. أريد أن أنطلق من العالم، من الجسد، من التراب، وأرجع كما كنت إلى الله نفخة قدسية لم تتدنس من العالم بشيء. وكتب قصائد كثيرة حول هذا المعنى. لا تستحق من الإنسان أن يتعب من أجلها، شاء الإنسان أم أبى. كان أهم شيء في مقالاته محبة الله، وكان يقول أن تلك المحبة وهي الغاية التي يسعى إليها في العالم الآخر. فالحكمة تتمثل في الاهتمام بالعالم الآخر، ونحن نبدأ العالم الآخر من الآن، أو نتذوق الملكوت من الآن إلى أن نذهب إليه فيما بعد. فبدأ يعد نفسه على ذلك، وكان يقول علي واجبات في هذا العالم لا بد أن أنتهي منها، للناس حقوقا علي لا بد أن أوفيها لهم. فأصبح مصمما على حياة الرهبنة، وحينما وجد الوقت المناسب اندفع، أو أقول انخرط في حياة الرهبنة بكل قوة، ودخل في حياة الوحدة الكاملة، وحاول أن يصل إلى نهايتها، أو كما تسمى في كتب الآباء القديسين درجة السواح الذين يعيشون بلا اسم ولا لقب ولا مكان ولا دير. وكتب قصيدته المشهورة في يوليو عام 1954 حينما دخل إلى الدير، وكان بدايتها أنا في البيداء وحدي ليس لي شأن بغيري. فعاش وترهب بكل قوة داخل دير السريان. وقال قداسته اخترت اسم أنطونيوس لأن القديس أنطونيوس هو أول راهب عاش الرهبنة على هذه الأرض، وهو الذي وضع أسس الرهبنة. فكان كل عظماء الرهبنة في القرن الرابع تلاميذا له. وأيضا اخترت هذا الاسم لأنه، أو هو بيقول، لأنني نشأت في كنيسة الأنبا أنطونيوس بشبرا وكنت متعلقا به. ثم انطلق إلى مغارة تبعد عن الدير 3.5 كيلو، وعاش فيها وحيدا متوحدا. وانتقل بعد ذلك إلى مغارة على بعد 12 كيلو وعاش فيها في عزلة كاملة بالأسابيع لا يرى وجه إنسان. كان يقول ويكرر كثيرا كانت أسعد أيام حياتي وأقربها إلى الله. الحقيقة هو الذي رهبنا معظم رهبان الأديرة في جيله، وهو الذي علمنا كرهبان وكأساقفة وككهنة وكشعب. فأصبح مطارنة وأساقفة
هذا الجيل من تلاميذه. هو عاش راهبا في حياته، وأيضا عاش راهبا وهو كان أسقفا، وعاش راهبا وهو بطريرك. كان يقضي نصف الأسبوع في الدير والنصف الآخر في الرعاية، فكان أول بطريرك يستطيع أن يزن حياته بين الاثنين. أشكركم لحضوركم. نطلب بركات سيدنا الحبيب البابا شنودة الثالث وشفاعته من أجلنا، ونطلب صلوات أبينا صاحب القداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني وشركائه في الخدمة الرسولية أبينا المطران الأنبا بولا وأبينا الأسقف الأنبا سيدروس، وإلهنا كل مجد دائما أبديا آمين.